بس انت بتبقى بتطلع لي تعيين على موسم هاي ما يقول لا ما بنعرف يعني انا ما اول شيء انت ما طلع لك لا لا ما له علاقه تمام ما ما احنا نسوي فضل بقيه انت ما تقول لك تعيين كذا احنا احسن تعيين انا اسوي لك تعيين على المهم صار فينا وغيره قال اي والله سوري اسف كملي ها ثواني استاذ سلام 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 لما انت بتعيش متاخر منك ليه ما تحكي قبلها ها لما تصرف عليك ها شلون بس ابو السياره حقها لو ما حق على ما صار زبون يسلمك يا مصاري لا بس ها؟ لا شو تعمل منك؟ أنا منك يقول ترى بس بصف انت حالي انت حالي انا حتى ما دلت لك دبلا من ما قال لك؟ ما حد قال لك صحيح الفاضي صحيح الفاضي تعالوا الله